الإسراء الكهنة ثمن راء الضائم الكهنة اليوم بن عويدات عبد اللطيف رئيس جمعية الجزائرية لوداية. المشاكل ديال القرنة ديال السويهلة علاش بينا نهضروا. كاين المشكل الأول هو إلا خليتي البهايم بحال خليتي دروكا شي يعجل في الفريكو نهار الآخر تتلقاه تيتلصق. المهم ما عرفت واش يطفي ولا شنو هذاك شغلهم هذاك. المشكل الثاني هو الجودة ديال الصليخ وداكشي ما كايناش. وكاين بزاف تيتبدلوا البهايم بحال اليوم انا نتا تبدلوا لي البهايم، اليوم جاوني انا بهايم ديال وحدين اخرين، تا ولينا عيطنا عاد ولينا ما ملصق لهمش التيكيد، مرة يلصق لك التيكيد مرة ما يلصق لكش، هذا هو المشكل اللي كاين. البوكس راه حتى تنقط اللحم راه تيتنقط راه قدامك راه كاينة اللحم كاع منقطة. واش من البوكس ولا من المعلمين ما عرفتش انا، المهم هم راه ناقشنا معاهم. ناقشنا وهضرنا مع داك المسؤول ديالهم قال لك عادي نعالج هاد الامور وهاد الامور مازال ما بتعالج، ديما حنا طايحين في هاد الشيء، ديما السيد منين تيجي بيتقدا عندك تلقى عندك هاد اللحم ماشي هو المشكل ديال اللحم راه كاينه الجوده، ولكن من تترجع تيشوفها هو بعينيه هو ما عارفش شنو هذيك الخدمه ديال الكرنه، النقاطي ديال الكرنه ماشي ديالنا حنا، حنا جايبين العجل، حنا جايبين العجل بثمن. متى تمشي للقرنة تيولي ما تيسوى عندك العجل والو ملي تتعلقو هنا، ها انت تتشوف اللحم كي دايره الحمراء كاليتي. والمطالب ديالنا حنا بعدا من الجماعة ديالنا حنا بعدا، حنا تنطالبو الجماعة ديالنا باش تقاد لنا قرنة ديالنا، حنا ما خداميناش هادوك الناس. انا تهضر على جماعتي حيت ناقشنا معاهم وتيقولوا لنا راه بينا نحلوا لكم يومين هنا في القرنة وما حلوهاش، قال لك بينا نديرو قرنا ما داروهاش جماعة لوداية علاش نهضر انا. اما هادوك الناس دخلونا تما حكموا علينا دروكا ما كاين ما نديرو، المطالب ديالنا راه حنا كل لقيناهم ينقصوا لنا راه دروكا الثمن، حتى الثمن راه كاين، واش عجل ب 8400 وتتهز ب 50 درهم وتيمشي ب 50 درهم وتيجي من الاربعه ب 50 درهم وتتزادك واحد 600 راه عرفتي شحال ديال الفلوس راه حد على 12000 ريال 13000 ريال، وملي تيقول لك المواطن تيقول لك راه جانا اللحم غالي، وراه من هنا منين غلا راه ماشي راه حسابها الا كانت هاد الخدمه حسابها 4000 ريال خاصهم يخلصوها 4000 ريال. تنقول لك على ثمن الكوري كاينه 30 درهم باش تحط البهيمه ياك، وكاينه 30 درهم او كاينه 50 درهم باش تيجي من السوق، وكاينه 50 درهم باش يرجع، وكاينه 50 درهم باش يجيبوا الفريكو، احنا ولينا في 3600 وتتزيدها 8400 و400 ريال تتعطيها تدويره، يعني 9000 على 3400 هي 12800 13000. هذا الشيء هذا هو الثمن اللي باش يخرج العجل كي كان عندك صغير كي كان غليظ كيما كان. المهم والغلمي راه حتى هو هكاك، الغلمي راه تيجيو ملصق حتى هو راه مكرفص تيجيبوا ليه السلعه مكرفصه حتى هما الغسيل ما كاينش، الماء زعما الغسيل ما كاينش. المهم بزاف ديال المشاكل عندهم هما، الجودة ديال الخدمة ما كايناش، تيتخلصوا هما بالثمن ولكن الجودة ما كايناش. المطالب ديالنا هما يقادوا لنا سوق وقرنا، حتى حنا بينا نوليو يجي عندنا البكري وتكون عندنا قرنا نموذجية. لا تنسى الاشتراك في القناة ووضع علامة لايك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أخابير.